دانييل الساد لاعب جدا مهم، اكتملت أوراقه في آخر أيام وطالب به كاساس شخصيا وبشدة، حتى أجاب لطلبه حتى ناندر ريال وأكمل أوراقه، وقام كاساس باستدعاء دانييل لعدة مباريات في المنتخب، وبرز اللاعب بأداء جدا جميل وملفت للنظر وأشاد الكل بأدائه من الجمهور العراقي والمحللين العربيين، واسمه أصبح مشاعا داخل التشكيلة العراقية في المحافل القادمة.